السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم رجعت وياكم بالفيديو الثاني، مبرهنه القيمه المتوسطه، جاي نحل وياكم امثله. طبعا بالفيديو اللي فات حكينا عن شروط مبرهنه القيمه المتوسطه وحلينا سؤال واحد، وكانت الداله اللي حليناها هي داله كثيره الحدود، وانطيتكم ايضا اثنين او دوال اثنين، دوال كثيره حدود. اليوم السؤال الثاني منطيكم داله جذريه ذات دليل زوجي، وطبعا طالب من عندنا هل الدالة تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة، وإذا حققت فيريد من عندنا قيمة السي. هيك نوعية من الدوال لازم بالبداية نطلع المجال مالها، مجالها يعني، حتى أشوف هي وين أصلا على يا أرقام تتغذى، وهل الفترة هاي من ضمن الأرقام اللي تتغذى عليها لو لا. طبعا بالدالة كثيرة الحدود مجال R، الدالة المثلثية مجالها R، فبالتالي ذولاكي كانوا أكيد الفترة صايرة ضمن هذا المجال، فلذلك كتبنا عليهم مستمرات دوما وقابلات للاشتقاق. اما هيش نوعيه فتعالوا تنشوف شلون نطلع المجال مالها. هنا طبعا الجذر الزوجي، يعني اللي يهمني اني انه داخل الجذر شي يكون لازم يكون اكبر من الصفر، يابا، واذا يساوي صفر يساوي صفر هم ما يخالف، اذا لازم داخل الجذر يكون اكبر او يساوي الصفر. تعالوا حتى نحل هاي المتباينة ونطلع قيم X اللي تخلي لي داخل الجذر أكبر أو يساوي الصفر. أحول ال 25 منك حيصير سالب X تربيع أكبر أو يساوي سالب 25. أضرب المتباينة بسالب 1 حتكون عندي ال X تربيع أقل أو يساوي ال 25. أظن يعني مر عليكم هاي لما نضرب المتباينة بسالب تقلب المتباينة، وهاي أصلا إحنا حكيناها بالاستمرارية لما وضحت لكم إياها. هسه تعالوا حتى نطلع قيم X، قيمة X راح تطلع هنا أقل أو يساوي 5 وأكبر أو يساوي سالب 5. إذا مجال الدالة، مجال الدالة لازم يطلع، أو عفوا مجال الدالة هو بين الخمسة والسالب 5. طيب هل الفترة مالتي تقع ضمن مجال الدالة؟ تقولي نعم الفترة كلها أقل من 5 وبنفس الوقت كلها أكبر من سالب 5، يعني بين قوسين هسه أني عرفت أنه الدالة هاي مستمرة، والمفروض طبعا أروح لقابلية الاشتقاق، بس بالكتاب إجا وأثبت الاستمرارية عند كل عدد موجود بالفترة، لكن أنت لازم تسوي ذن الخطوات حتى على الأقل تتأكد بينك وبين نفسك أنه هاي الدالة مستمرة. هسه نروح عاد نثبت الاستمرارية يم كل رقم بالفترة، فراح نقول يا لكل أي ينتمي للفترة، يعني الكل عدد، الكل عدد موجود بالفترة، فإن F هذا الأي يعني الF مالت هذا العدد إيش راح تطلع؟ راح تطلع معرفة. تطلع شنو معرفة؟ زين. اثنين، الليمت مال الدالة، ليمت الدالة عندما اكس يقترب من اي، جيت اخذت ليمت المن للاف اكس للدالة، فراح انطي الليمت هنا اخليه 25 ناقص اكس تربيع عندما اكس يقترب من اي، اكيد بعد التعويض راح تطلع الغاية موجودة، يعني ممكن احصل لها غاية. طيب هل ليمت الاف اكس، هل الشرط الثاني يساوي الشرط الأول؟ نعم متساويات طبعا، إذن الدالة مستمرة عند X يساوي A، ولأن الـ A يمثل كل عنصر من عناصر الفترة، إذن الدالة مستمرة في الفترة سالب 4 بصفر. طبعا وهسه إحنا أنهينا شرط الاستمرارية، عندك مشكلة بالاستمرارية راجعها بالموضوع مالها بالفيديوهات الأولية لما حكيت لك شلون تثبت الاستمرارية. هسه نجي للشرط الثاني اللي هو شرط قابلية الاشتقاق. لازم بداية نشتق الدالة، ولأن الدالة جذر تربيعي فمشتق الداخل الجذر اللي هي سالب 2x على 2 في نفس الجذر. هسه أنا ايش سويت؟ اشتقيت الدالة، هاي الاثنين ويا هاي الاثنين تختصر، يبقى سالب X على 25 ناقص X تربيع. بعد ما اشتقيت الدالة احكي لي الدالة شنو صار شكلها؟ قال لي والله صار شكلها كسرية همين. قلت
لزين الكسرية أنت تعرف شنو القيمة اللي لازم ما نعوضها؟ تقول إيه القيمة اللي تخلي المقام صفر. فإجيت أخذت المقام وساويته بالصفر. هسا واحد يقول لي والجذر؟ الجذر ما أخذناه وبكل الأحوال راح يروح. فأني اللي يهمني أطلع قيمة الإكس. زين راح أعزل إكس تربيع حتساوي لنا 25. إذن الإكس تساوي لنا موجب أو سالب 5. ذول القيم يخلون المقام صفر. زين هل هم ينتمون للفترة المفتوحة اللي عندنا؟ تقول لي لا والله ما ينتمون. إذن الدالة قابلة للاشتقاق في الفترة المفتوحة سالب 4 بصفر. وهسه احنا اثبتنا استمرارية الدالة وقابلية اشتقاقها، يعني الدالة تحقق مبرهنة القيمة المتوسطة ويوجد قيمة المن السي تنتمي للفترة المفتوحة. وقيمة سي هاي أعزائي تحقق القانون وتحقق القانون، يا قانون، قانون القيمة المتوسطة. فتح للسي شو يساوي لنا؟ هسه واحد يقول لي يساوي صفر، اقول له لا والله ما متاكدين، هاي برول كان فتحه للسي يساوي صفر، اما بالقيمه المتوسطه ففتحه للسي يساوي رقم اخر، ايش قد هذا الرقم؟ اف البي ناقص اف الاي على بي ناقص اي، ويمكنهم يطلع صفر، الله اعلم، بس ما متاكدين احنا. هسه اعزائي بعد ما اثبتنا انه الداله مستمره وقابلة للاشتقاق، هسه عاد نروح نجهز هذا القانون. ايش تقصد بتجهيزك للقانون؟ نروح نلقى اف الاي واف البي والبي والاي والمشتقة. تقول لي حلو، نروح نجيبهن وحدة وحدة. اولا اف الاي، الاي من هي؟ سالب 4، نعوضها بالدالة تصير 25 ناقص سالب 4 تربيع، يعني 25 ناقص 16 يعني 9 يعني 3. حلو، طلعنا اف الاي. هسه جهز عندنا اف الاي. زين واف البي؟ تقول لي هي البي منو؟ البي الصفر اللي منطيك اياها اني بالفتره. تقول لي اوكي، عوضها بالداله 25 ناقص صفر تربيع، يعني 25 يعني 5. هاي طلعنا اف الاي واف البي، طلعا ما متساويات. اي مو قلنا لك مو ضروري تساوي؟ خمه كل شويه نعيدها الك. اوكي تمام، اذا مو ضروري متساويات لان احنا مبرهنه القيمه المتوسطه. زين الاي والبي؟ الاي والبي الفتره مالتك اللي انا منطيك اياها اصلا سالب 4 بصفر. حلو، بقى علينا المشتقه. المشتقه لقيت لك اياها انا قبل شويه هنا، بس مطلوب من عندك تبدلها بسي. تقول لي خلص لعد ابدلها بسي، فتحه للسي يساوي سالب سي على 25 ناقص سي تربيع. وهسه جهز عندنا القانون كامل، فنروح عاد نعوض بمكان فتحة للسي، أعوض سالب سي على 25 ناقص سي تربيع. زين بمكان اف البي أعوض 5 ناقص، بمكان اف الاي أعوض 3 على البي اللي هي 0 ناقص الاي اللي هي سالب 4، حيصير موجب 4. هسه صارت عندي معادلة، فنبقى نحلها. نزلت طبعا هذا الطرف لأن ما بي شغل، 5 ناقص 3 2، وبالمقام عندي 4، بعد الاختصار حيصير 1 على 2. تمام وسطين بالطرفين حتى نتخلص من الكسر، فيصير عندنا تحت الجذر 25 ناقص سي تربيع يساوي سالب 2 سي. نربع الطرفين حتى نتخلص من الجذر، فراح يصير 25 ناقص سي تربيع يساوي هذا يتربع فيصير 4 سي تربيع. طبعا هنا لما نربع حيروح الجذر، وهنا لما نربع لا حتتربع القيم. طيب هاي السالب سي تربيع اوديها منك، حتصير 4 سي تربيع زائد سي تربيع. اذا 25 يساوي 5 سي تربيع. اذا بالقسمه على 5 لان انا اريد احصل على السي، حيبقى لنا 5. بعدني ما محصل على السي بقى لنا التربيع، بأخذ الجذر التربيعي السي تطلع موجب أو سالب جذر 5. إذا عندنا قيمتين للسي، وحدة جذر 5 موجب وحدة سالب جذر 5. طيب القيمة هاي ما تنتمي للفترة لأنها سالب 4 بصفر، هاي قيمة موجبة صايرة أكبر من الصفر، أما هذه فتنتمي للفترة المفتوحة. وبهالشكل هذا انتهى عندنا هذا السؤال. طبعا هذا السؤال من الأسئلة المهمة، واللي رايدك تركز لي عليه.
اتمنى يكون واضح حل السؤال هذا. سنيجي على سؤال ثاني اعزائي، ونحاول ايضا نثبت مبرهنة القيمة المتوسطة، وبعدين اذا طلعت تحققها فنروح نلقى السي. الدالة هنا انطيتك اياها ايضا دالة جذرية بس لا دليل فردي، خلي اطلع مجالها. واحد قال لي يابا مجال هاي الدالة هو منو؟ هو R، يعني اكيد الفترة صايرة ضمن هذا المجال، يعني بين قوسين شنو؟ تقول لي يعني مستمرة لان الفترة تقع ضمن مجال الدالة. عافية عليك، بس شو اسوي له؟ هو بالدوال الجذرية دائما مصير ويريدني اثبت الاستمرارية يعني تكون قيمة. أنا متأكد أنت هسه تقول لي والله ما يحتاج يا أخي، مو الدالة مستمرة طلعت، بس قلت لك يعني ما أدري يعني هو ليش يجي مسوي. فلكل أي تنتمي للفترة راح أثبتها عند كل عدد موجود، فإن F هاي الأي راح تطلع شنو؟ معرفة. زين، واثنين طبعا هذا الشرط مو حفظ مثل ما يعتقد بعض الطلاب، يقول والله هذا أنا حافظه حفظ، يقول لا عيني لا متوهم، ده يقول لك شكو رقم موجود ضمن الفترة، فإن F هذا الرقم حتطلع معرفة، يعني راح تطلع فت قيمة معروفة. إذن الشرط الثاني شرط الليمت، ليمت الدالة اللي عندنا. سواحد يقول لك ليش هاي مجالها R؟ مو أقول له هذا جذر تكعيب يراجع الاستمرارية لما حكيت لك عليها. إذن هنا تحت الجذر التكعيبي أي زاد واحد الكل تربيع، هاي الغاية موجودة. أما الشرط الثالث فليمت الدالة عندما إكس يقترب من الأي وطلع يساوي F الأي، إذن الدالة مستمرة عند كل إكس يساوي أي، ولأن الأي هذا يمثل كل عنصر من عناصر الفترة، إذن الدالة مستمرة في الفترة سالب 2/7، وانتهينا من الاستمرارية. أتمنى أنه هاي الشخبطة عذروني على خطي المكسر، فأتمنى أنه شنو أنت تنقلهن بدفتر عندك، أو لما أنزل لك الأوراق أنت تنقلهن وتسوي دفتر مرتب، ولا تستهين بأي كلمة أقول لك إياها لأنها مهمة. أما الشرط الثاني أعزائي من شروط المبرهنة إنه الدالة لازم تكون قابلة للاشتقاق، وإحنا اتفقنا وياكم إنه قابلية الاشتقاق نحكي عنها بعد الاشتقاق، بعد ما نشوف الدالة شلون يصير شكلها بعد الاشتقاق. ولأن الدالة جذرية ذات دليل فردي، فأني راح أحولها إلى أسية بالبداية، وبعدها راح أشتقها حتى أشوف شكلها ما بعد الاشتقاق كيف يصبح. فهنا دالة مرفوعة إلى أس 2/3 تنزل، إكس زائد 1 البسط ناقص المقام سالب 1/3 في مشتق الداخل القوس 1. ولأن الأس سالب، الأس السالب وين ينزل؟ ينزل بالمقام. زين ليش تقول لي حتى يصير موجب؟ زين والاثنين والثلاثة يبقن بمكاناتهن، هاي تبقى بسط وهاي تبقى مقام. زين، ولأن الأس كسر فلازم يتحول الأصل اللي هو جذر. أعزائي هسه أنا اشتقيت لكم الدالة واتضح إنه شكلها ما بعد الاشتقاق هي دالة شنو؟ جذرية. فشنو رأيكم نيجي نشوف بعد الاشتقاق صار شكلها كسرية بالإضافة طبعا إلى أنه هي جذر، فشنو القيمة التي تجعل المقام صفر؟ أنت راح تقول بكل بساطة راح أخذ المقام وأصفره. طبعا أنا أخذ هذا القيمة أو تأخذ المقام كله ما تفرق عندنا، أحول هذا الواحد منك، إذن القيمة التي تجعل المقام صفر هي مني؟ هي سالب 1. ولسوء الحظ أنه هاي القيمة تنتمي للفترة، إذن الدالة غير قابلة للاشتقاق. ليش؟ لأن العنصر الفاسد جاي ينتمي للفترة، فبالتالي أفسد علينا الفترة. سواحد يقول لي والله هذا مو من يعني سوء الحظ، إنما من حسن الحظ، حتى الدالة شنو؟ الدالة لا تحقق القيمة المتوسطة. وانتهينا هذا الفيديو، حليت لكم سؤالين، واحد جذر زوجي، ثاني جذر فردي. وبصراحة يعني
كنت المفروض اكتب لكم واجب بس نسيت، راح اكتب لك هنا دالة اعتبرها او اعتبرها واجب عليك. الدالة هي تحت الجذر التكعيبي أس 4 والفترة نفسها سالب 2 ب 7. حاول تشوف لي هل الدالة هذه تحقق الشروط لو لا. اتمنى ما تقصر. اولا انطي لايك يا اخي للفيديو حتى الفيديو يظهر يم اكبر قدر من الطلاب، لان ما دام الفيديو مشاهداته قليله ولايكاته قليله حقيقه ما يظهر، والا انا شو استفاد من اللايك؟ ما تقول لي راح اخليه بجيبي. فيا ريت يعني تحاول، خلينا نقول تنشر هذا الخير ويم كل الطلاب حتى الكل يستفادون. السلام عليكم ورحمه الله.